أيها الناس، أيها العاقلون، في كتاب الله يوجد إل ياسين وليس آل ياسين. يعني إلياس هي ذات إل ياسين. ياسين حرفين مقطعين مثل طاء هاء. طبعا أيضا قالوا أن طه هي أحد أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول سلام الله دائمة لطه، ويا إله العالمين صلي على طه الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أحبائنا في حلقة جديدة أذكر لكم فيها إن شاء الله بعض الفائدة وبعض المعلومات الهامة والدقيقة من خلال أعطيكم عينات خفيفة، يعني من خلال تفسيري الذي أكتبه حاليا منذ حوالي 5 سنوات حتى الآن كل يوم، ووصلت في الجزء 24 من خلال تفسيري لكتاب الله كلمة كلمة آية آية بآلاف الصفحات الملونة المدعومة بالصور والإيضاحات والبيانات والأمور والحقائق. موضوع حلقة اليوم إل ياسين أو آل ياسين. لكن في البداية نكرر إن شاء الله الحملة التي ندعو لها لحفظ سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن وأنتم معنا إن شاء الله من أكثر الناس محبة لمحمد وما نزل على محمد، والمؤمنون أشد حبا لله سبحانه وتعالى إله محمد. دائما تسمعون كثيرا مؤمن آل ياسين. لا يوجد في كتاب الله على الإطلاق إشارة إلى آل ياسين، يعني مثل آل عمران. أيها الناس، أيها العاقلون، في كتاب الله يوجد إل ياسين وليس آل ياسين. آل يعني قوم. فدائما أقول لكم مؤمن آل ياسين. يا أخي، ما في آل ياسين، في إل ياسين، مثل ما سيمر معنا في هذه الإيضاحات من خلال كتاب الله. إل أو إيل، إيل أو إل، كان الله تعالى في السابق يدعى إيل في السابق. فإسرائيل يعني عبد إيل، يعني عبد الله. قال تعالى بسورة مريم 55 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. إذن إسرائيل يعني عبد إيل، يعني عبد الله. عمان إيل يعني الله معنا. ففي إنجيل متى 1:22 هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا يدعون اسمه عمان إيل، الذي تفسيره الله معنا. لاحظتوا كلمة إيل، عمان إيل يعني إيل معنا، يعني الله معنا. أيضا بإنجيل متى 27:45 صرخ يسوع بصوت عظيم إيلي إيلي، أي إلهي إلهي. إيلي إيلي أي إلهي إلهي. القدس بفلسطين حتى الفتح الإسلامي وفي العهد العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى وأرضاه، كان اسمها إيلياء. إيلياء من اسمها الروماني كولونيا إيليا، بقي اسمها هكذا حتى الفتح الإسلامي، كانت تدعى إيلياء. وورد في العهد العمرية بدل كلمة القدس ورد كلمة إيلياء. بابل هي باب إيل، يعني باب الله. وفي ملحمة بعل الكنعانية في بلاد الشام
في جبل إيل جبل الله سكناي، من أولاد بعل، من أولاده إله الزلازل بعل، ومعبده في مدينة بعلبك. إذن بعلبك، مدينة بعلبك في لبنان، هي المكان المقدس للإله بعل، وهنالك المعابد والآثار في مدينة بعلبك. وأرسل الله لهم النبي إيلياس، إيلياس أيضا مع بعلبك. طبعا بك بالشدة، لكن مثلا كلمة مكة المكرمة أحيانا تأتي بكة وأحيانا تأتي مكة. الهاء نسميها هاء السكوت في اللغة العربية، هاء مقرأ كتابية، هي كتابي، ما أغنى عني مالية، هي مالي، هلك عني سلطانية، يعني سلطاني، هذه تسمى هاء السكوت. لذلك إلياس هي من بعلبك، فكلمة مكة هي فيها هاء السكوت، لكن بكة بمعنى المكان المقدس أو المكان الطاهر. نأتي إلى إلياس، وله اسم آخر هو إلياسين وليس آل ياسين، وهذا هو الموضوع الهام الذي ندعو للانتباه له. إذن إلياس هو إلياسين. قال تعالى بسورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين، سورة الصافات 123، إلى أن قال في الآية 130: سلام على إلياسين، يقرؤونها آل ياسين، وقال يوجد مؤمن من آل ياسين. اسمعوها بدقة من القارئين: سلام على إلياسين، وانتبهوا لها واستمعوا لها الآن بكل دقة. سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أيها العاقلون يا أولي الألباب، أحيانا في كتاب الله المكان الواحد الله يعطيه عدة أسماء، يعني إلياس هي ذات إلياسين. مثال آخر: سيناء وسينين هي ذات المكان، له اسمين في كتاب الله، سيناء وسينين. فقال تعالى بسورة المؤمنون 20: وشجرة تخرج من طور سيناء. لكن بسورة التين الآية رقم 2: وطور سينين. إذن طور سيناء، طور سينين، فسيناء هي ذات سينين، سينين اسم آخر إلى سيناء. أيضا إلياس وإلياسين هو ذاته إلياس، معناه إلياسين، ونكرر ليس آل ياسين مثل آل عمران وآل إبراهيم. أيها العاقلون، يوجد في كتاب الله آل عمران وسورة آل عمران، ويوجد آل إبراهيم، ولا يوجد آل ياسين، يعني لا يوجد مؤمن يسمى مؤمن آل ياسين، يعني لم ينتبهوا إلى الأمور بدقة، فقالوا يوجد مؤمن اسمه آل ياسين، وورد في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا مؤمن آل ياسين، يعني لأنه كله يدل على عدم الانتباه. قال تعالى بسورة آل عمران 33: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لكن لم يقل آل ياسين، قال إل ياسين، هي إل وليست آل. لذلك سورة ياسين هي ياء سين وليس ياء ألف سين ياء نون. ياسين بهذا الشكل ياء وسين تختلف عن ياء
ألف سين ياء نون ياسين. طبعا كلهم يقولون صورة ياسين، الأصح نقول صورة ياء سين، يعني مثل صورة، يعني مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام راء، مثل طا سين ميم. إذن ياسين تختلف عن ياسين الذي هو اسم. ياسين حرفين مقطعين مثل طاء هاء. طبعا أيضا قالوا أن طه هي أحد أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول سلام الله دائمة لطه، ويا إله العالمين صلي على طه الأمين. الذي يقول يا إله العالمين صلي على طه كأنه يقول يا إله العالمين صلي على ألف لام ميم، صلي على ألف لام راء، صلي على كاف هاء يا عين صاد. يا أخي طاء هاء وليست اسم. إذن ياء سين حرفين مقطعين وليس اسم. سورة ياء سين مثل عنا سورة نون، عنا سورة صاد. أحيانا السورة هي تسمى باسم حرف، أحيانا تسمى باسم حرفين. سورة ياء سين، سورة طاء هاء مثل سورة قاف، سورة صاد. لذلك الأحرف المقطعة في بداية صور القرآن، طبعا عدد حروف اللغة العربية 28 حرف، نصفها هي الحروف الواردة في بداية الصور، تشكل عبارة نص حكيم قاطع له سر. أحيانا بيقولوا له سر قاطع، بعضهم يقول قاطع له سر. لاحظنا الياء والسين، إذا اعتبرنا ياسين هي اسم فاختل الأحرف النورانية بسموها التي هي في بداية الصور. إذن الياء والسين هي نص حكيم قاطع له سر. لكن قول الشاعر إنه ياسين يعني ياسين هو أحد أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما قال الشاعر والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك، هذا كلام للتسلية، مثله مثل سلام الله دائمة لطه نبي العالمين أبي البتولي. إذن يا سين تختلف عن يا سين، والسورة هي سورة يا سين وليست سورة يا أليف سين يا نون. إذن كررنا في هذا الموضوع أنه سلام على إل يا سين، واسمعوها للمرة الثانية. سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. كل الشكر لكم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أتمنى لكم كل المتعة والفائدة والثقافة والتفتح الفكري، وصلى الله وسلم على صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم.